بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا لا انقضاء له، نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أبارك لكم أيها الأعزاء، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، أبارك لكم هذا اليوم السعيد المبارك الذي يصادف ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ذكرى ميلاد حفيده الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يذهب كثير من المؤرخين إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في يوم 17 من شهر ربيع الأول. هناك رأي آخر يذهب إليه إخوتنا السنة أن النبي صلى الله عليه وآله ولد في 12 من شهر ربيع، يعني الفرق 5 أيام. وسواء كان في 12 أو في 17 كاليوم، فالفرق بسيط، 5 أيام. النبي صلى الله عليه وآله ولد في 17 من شهر ربيع الأول. لما تيجي إلى السنة، ما في سنة، ما في تاريخ للسنة، يعني في الهجري، في الميلادي نعم نجد سنة 530، لكن 570 عفوا 570 ميلادي، لكن في الهجري لا يوجد. لماذا؟ لأن هذه صارت قبل الهجرة، قبل نشوء التاريخ الهجري. أنا إحنا نعرف مبتدأ التاريخ الهجري هو هجرة الرسول صلى الله عليه وآله، وهجرة الرسول تمت بعد 13 سنة من بعثة الرسول، يعني كان النبي عمره 53 سنة لما تمت البعثة، فأساساً ما كان في تاريخ هجري. كان العرب ما عندهم تقويم يؤرخون به، فكانوا يؤرخون للأحداث باسم الوقائع التي تقع، فيسمونه عام المجاعة مثلاً، باعتبار هذه السنة جت مجاعة، ولد هذا الإنسان، فيؤرخون ميلاده، هذا الشخص أو الشاعر ولد في عام المجاعة. سنة أخرى يأتي مثلا الوباء،
فيؤرخون لحادثة معينة أو لميلاد شخص معين بماذا؟ هذا ولد عام الوباء. السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفت بعام الفيل. عام الفيل لماذا سمي عام الفيل؟ لأن أبرهة ملك الحبشة جاء بجيوشه عبر البحر الأحمر ونقل مجموعة من الفيلة. تعرفون الفيلة موطنها أفريقيا، فجاء بالفيلة من أفريقيا إلى الجزيرة العربية بهدف هدم الكعبة المشرفة. في هذه السنة التي حاول أبره أن يقضي على الكعبة المقدسة ويقوم بهدمها، النبي صلى الله عليه وآله ولد في هذه السنة، ولذلك عرف بعام الفيل. أما من الناحية الميلادية فهي السنة 570 ميلادية، يعني 570 سنة بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. يعني هناك فجوة تاريخية بين المسيح عليه السلام وبعثة النبي صلى الله عليه وآله التي بشر بها المسيح وبرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه الفترة 570 سنة. النبي صلى الله عليه وآله ولد في مكة المكرمة كما نعلم، ولكنه توفي في المدينة المنورة ودفن في المدينة المنورة، وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وآله. كيف؟ النبي صلى الله عليه وآله لما انتقل إلى المدينة المنورة احتضنه أهل المدينة ونصروه ووقفوا إلى جانبه، ولذلك يعرف أهل المدينة باسم ماذا؟ أنصار. لماذا سموا بالأنصار؟ لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقفوا معه، فكان من وفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي بقية حياته معهم وأن يختار لمرقده الشريف المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة المكرمة سنة 8 للهجرة، يعني سنتين قبيل وفاته، صارت شائعة بين أهل المدينة أن النبي الآن بعد أن فتح مكة سيعود إلى موطنه. النبي مولود في مكة ونشأ في مكة وعاش في مكة، ولما أخرج من مكة، الوطن غالي على الإنسان أيها الأعزاء، وقف على سفح جبل ينظر إلى الكعبة المشرفة ودموعه تجري على خديه وهو يخاطب الكعبة المقدسة، يخاطب مكة، يقول: الله يعلم أني لا زلت أحبك ولكن أهلك أخرجوني منك. فنزل القرآن الكريم يطمئن قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعودة المظفرة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ستعود إلى موطنك يا رسول الله. وبالفعل هذا الطريد الشريد المشرد الذي كانت تبحث عنه مكة ووضعت جائزة لقتله، من يأتي به حياً أو ميتاً سيعطى 200 دينار ذهب. هذا الرجل المشرد الذي خرج من مكة مشرداً طريداً، مكنه الله من فتح مكة بعد 8 سنوات، فدخلها منتصراً فاتحاً. ولما انتهت عملية الفتح، النبي بقي في مكة 3 أيام. سرت شائعة بين الأنصار أن النبي سيبقى في مكة، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالة مطمئنة، قال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا أحيا معكم وأموت عندكم. وهكذا بالفعل
عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة مع الأنصار. قبلها كان النبي حقق مجموعة من الانتصارات في مكة وفي الطائف، وغنم مجموعة كبيرة من الغنائم، فقسمها على بعض المسلمين الذين دخلوا في الإسلام للتو، أمثال أبو سفيان وغير أبو سفيان. بعض أهل المدينة الضايقوا، بعض الأنصار الضايقوا، الرسول ما أعطانا شيء وأعطى لهؤلاء، أمس كانوا كفار مشركين، النبي يعطيهم وإحنا ما يعطينا. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله، فجمع الأنصار في مكة، هاي الحادثة في مكة، قال لهم خطبة عاطفية، فجر النبي صلى الله عليه وآله دموعهم عيونهم بالبكاء. أول شيء قال لهم النبي صلى الله عليه وآله: ألم أأتكم ظلالا فهديتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألم أأتكم كفارا فآمنتم بسببي؟ نعم يا رسول الله. ألم أأتي إليكم يا أهل المدينة يضرب بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا فآخيت بينكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فصار يعدد فضائله ومننه عليهم وهم يقرون بذلك. ثم قال لهم: يا أهل المدينة، لماذا لا تجيبوني؟ قالوا: وبما نجيبك يا رسول الله؟ قال: إن شئتم قلتم جئتنا وحيدا فنصرناك، وجئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا وأصحابك فاحتضناكم، أنتم لكم الفضل يا أهل المدينة. يا أهل المدينة، أنتم تسخطون من أجل لعاعة. لعاعة يعني شنو؟ يعني شيء تافه جدا يسمى لعاعة. أنتم تسخطون من أجل لعاعة تألفت بها قلوب هؤلاء ووكلتكم أنتم إلى إيمانكم. هذولا أنا أستجلب قلوبهم بهذه الهدايا، البعير والجمل، أما أنتم أصحاب إيمان ما أحتاج أشتري قلوبكم، أنتم قلوبكم موقرة بالإيمان. ثم قال لهم: يا أهل المدينة، ألا يرضيكم أن يرجع الناس بالبقر والغنم والجمل وترجعون أنتم برسول الله؟ هذول اللي تركناهم في مكة راح يرجعون مبسوطين على حالهم، كل واحد محصل له صخلة والثاني محصل له بقرة، أنتم حصلتم على رسول الله، أنتم رسول الله معكم وهو أغلى من كل شيء. ثم قال: يا أهل المدينة، أيها الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم دعا لأهل المدينة: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا آخر لسلكت وادي الأنصار. فبكى الأنصار، بكى أهل المدينة لوفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يكون القائد الوفي، يفي مع شعبه، يفي مع محبيه، يفي لهؤلاء الذين أخلصوا وضحوا من أجل الرسالة التي آمن بها. فسلام عليك يا رسول الله، يا صاحب الخلق الرفيع، يا من عبر عنه القرآن الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله هو صاحب الخلق العظيم، وهو صاحب القلب الكبير، وهو صاحب القلب الرؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأطيب وأطهر ما صليت على أحد من العالمين. وصل على أخيه ووصيه من بعده علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة المهدي أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين بين يديه بإذن الله. My beloved brothers and sisters, I would like to congratulate you all for the birth of our great and holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. As it occurred on the 17th of Rabi' in what is known the year of the elephant, corresponding with 570 AD. Our Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam was born in the city of Mecca. When he was born, his father was already dead. So he came to this world as an orphan. And at age 6, his mother died. So by age 6, he became a fully orphaned kid who lost both parents, his father and his mother. His grandfather took care of him first, and after 2 years, at age 8, his grandfather also passed away. His uncle Abu Talib took care of him. This young child who was orphaned and who was denied the opportunity to enjoy both parents had a great future. He was the greatest man on earth. He changed history's course. He changed the humanity's face. He became the last messenger of God. One powerful tool that the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam enjoyed is his personal demeanor, his humility, his akhlaq, his outreach. Remember, for 40 years before declaring his message, his prophethood, our holy prophet was known by two titles among his people: As-Sadiq, Al-Amin. People in his city, in Mecca, once referring to him, they would call him As-Sadiq, Al-Amin. He was known among his people to be honest and trustworthy. He had a clean record. He had an excellent record.
He had an excellent track record when he was sent as a prophet. Nobody can say anything about his past. No negative point. Completely clean. Completely clean. Excellent score. You see people in this country, when they are about to be given credit score, they check your history, your past, to see how clean it is. So your record reflects on you. When the Prophet told people, I am Rasulullah, he had a very clean record. Had a very clean record. No incident whatsoever. A man known to be honest. We Muslims keep bragging about our Prophet being As-Sadiq al-Amin. And we rightfully do so. We have all rights to be proud about our Prophet. But you know what? The hypocrisy that many Muslims fall in, they brag about their Prophet being As-Sadiq al-Amin. But when it comes to our personal behavior, many of us keep a huge distance from the character demonstrated by our Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Can we say today all Muslims are As-Sadiq al-Amin? All Muslims are honest? All of them are trustworthy? Can we say that? How many Muslims you know who are purely honest and trustworthy? Unfortunately, not all Muslims. Not all Muslims. Obviously, there are many good Muslims. Many good Muslims. But not all Muslims. My dear brothers and sisters, non-Muslims do not judge your faith by what is written in the text in your Quran. They judge your religion by your personal behavior, by my personal behavior. Whether we like it or not, we are a de facto ambassadors of our religion. Non-Muslims judge our religion through our personal conduct. If we act in a nice manner, if we act like our Holy Prophet, if we are honest and trustworthy, people will say, what a beautiful religion. What a great religion. But when we back down, when we, unfortunately, some of us claim to be Muslims, but in reality we do the opposite of what Islam asks, we will be sending a horrible, horrible message about Islam. A guy named Zakaria ibn Ibrahim, he came and visited Imam al-Sadiq alayhi salam. He was a Christian. After having an intellectual debate with Imam Ja'far al-Sadiq, he converted to Islam. He became Muslim. He was from Iraq, and Imam al-Sadiq was living where? In Medina. Before leaving, he asked Al-Imam al-Sadiq for an advice. Ibn Rasulullah insahni. Just give me one piece of advice. The Imam alayhi salam says, Alaka is your mother still alive? He says, yes. Akhbirni anha, tell me about her. He says, Ya Ibn Rasulullah, my mother is old. She's frail. She's almost crippled. She is sick. And we are a well-off family, so I have assigned two maids taking care of her. The Imam said to him, God bless you, but I have advice for you. When you go back this time, you take care of your mom instead of the maid. I know you're well-off, but instead of having the maids taking care of your mom, I suggest you personally take care of your mom. You feed her. You clean her.
You give her her medicine. You yourself. The man says, I will do that. Upon returning to Kufa, to his hometown, he told his mother that I became Muslim. In the beginning, she was very depressed for relinquishing his religion. He was a Christian. Now he's no longer a Christian. She's still a Christian. So she was kind of depressed to hear that her son is no longer subscribed to the same faith she does. But after a few days, she noticed that her son, since becoming Muslim, he changed completely in the sense that he himself takes care of her instead of the maid. He would come every single day in the morning. He feeds her. He bathes her. He makes sure that she is taken care of. And she enjoyed that. She says, my son, I noticed that since you became this religion, what is called? He says, Muslim. Yes, Muslim. Since you became Muslim, I was expecting you to be further distant from me. But in fact, I'm surprised that you take personal care of me. Why is that? The man Zakaria said to his mother, هكذا علمني إمامي جعفر بن محمد الصادق. His mom says, is he this guy? He said, this is how I have been taught by my imam, my leader, Ja'far al-Sadiq. She says, is he a prophet? أهو نبي? Is this man a prophet? قال لا ولكنه من نسل الأنبياء. He is not a prophet, but he is a descendant of the prophet. She says, but I really like this religion. What a beautiful religion that teaches you to take care of your mother. I really like this. Can you teach me Islam so I become Muslim? He taught her Islam, and she became converted to Islam on her own. And next day she died. Next day she died. Zakaria says, I washed her myself. I didn't let anybody wash her. I washed my mother. I kafaned her. I buried her. Next year, I decided to go to Hajj. So I decided before going to Mecca, I would stop in Medina, visit the shrine of the Prophet, and visit my beloved Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. As soon as I entered the chamber of my Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, the Imam had a big smile on his face. He said to me, Zakaria, God bless you for taking care of your mother. God bless you. You're such a good son. And your mother now is in paradise. My dear brothers and sisters, one affectionate gesture from you can change someone's life, can show how our religion cares about people. Our holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says, the best Muslim is the one who helps people. أقربكم إلى الله أنفعكم لعباده. To be a good Muslim, you don't have to only accumulate prayers and fasting. That's a good thing. But there is also another shortcut, and that is by helping people, by checking on the needy and underprivileged, by being dutiful towards your parents, by being a good son, a good father, a good brother, a good husband. إِنَّمَا الدِّينُ الْمُعَامَلَةِ. Religion, my dear brothers and sisters, is not all about salah. It's not all about siyam. It's not about reading Quran and rocking yourself. Religion is about how you treat other people, how you show people the true essence of your religion, by caring. من أصبح ولا يهتم بأمور الناس وفي رواية بأمور المسلمين فليس بمسلم. If you have become a type of person who does not care about other people,
When you hear about a hurricane striking an area, you do not react at all. You don't feel sorry for the victims. When you hear about fires and blaze destroying cities and nations, I don't care as long as I am doing well. When I hear about any atrocity, I do not react emotionally. Then that's a very dangerous sign, my dear brothers and sisters. Very dangerous sign. This tells me that I'm not a true Muslim. Otherwise, every single Muslim should be equipped with this compass, moral compass. When people suffer, I need to feel depressed. When other people are not happy, I need to react. When other people are in danger, I need to extend hand of help. I cannot just go to my masjid to pray and pretend I'm a good Muslim. I need to be a true and effective member of the community and the society. I need always to show respect to other people. I conclude with this one more story about our holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. He was sitting by his friends, his companions, when a janazah was passing by. Few people carrying a janazah. They passed by. And the man was Jewish. The deceased was Jewish. The Prophet stood up. And when he stood up, out of respect, everybody stood up. Someone made an observation. قال يا رسول الله إنه يهودي. Why do you stand for him? He's a Yahudi. He's a Jew. The Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam replied by a very brief but eloquent answer. قال أليست نفسا? Isn't it a soul? Isn't he a human being? So what? Even if he's a Jewish, he's a human being. I have to respect others. Whether Jewish, Muslim, Christian, those are people of God, created by God. Allah created them. And I need to respect all humans. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Allah says, I honor the people, the children of Adam, regardless of their faith. Humans are honored. And that's why the most sacred thing in this world, my dear brothers and sisters, is not a building. Is not a masjid, is not a structure, it is the human life. فَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا If someone kills one human soul without any justification, he shall be viewed in the eyes of God as he has killed the entire mankind. My dear brothers and sisters, I remind you that tomorrow, Saturday, we will be having a big celebration for the birth of the Prophet at 6 p.m. here at IIA. And we will have a big celebration. There will be gifts passed out to your kids. I ask you to come and join us with your family members, with your children. And let's show our love and respect for our holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أعزائي غدا أنتم وأبناؤكم وعوائلكم وأطفالكم كلكم مدعوون هنا للاحتفال بمولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. سيكون هناك احتفال متنوع, هناك جوائز توزع على الأطفال وبرنامج منوع وفكاهي وتثقيفي أيضا في تمام الساعة 6 مساء. أطلب منكم جميعا الحضور والمشاركة وإبلاغ أقربائكم وأصدقائكم, وأن نبدي اهتماما كبيرا بهذه الذكرى العظيمة, وهي ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. My last comment, my dear brothers and sisters, I ask the sisters not to leave any space with the brothers, meaning they have to fill the gap that exists behind brothers so they would be connected to Salat al-Jama'ah wal-Jumu'ah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-Asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ولشفاء مرضانا وخصوصا الأخ العزيز الطيب الحاج أبو علي حمادة وغيره من المؤمنين ولشفاء مرضانا سائر المرضى، نقرأ السورة المباركة الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، فتجاوز عن قبيح ما تعلم مني يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة، لمحمد وعترته الطاهرة. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله، لا إله